ككل سنة قبل بداية جني الزيتون والشروع في الحرث وخدمة التربة، يقوم سكان قرية تجيدوت ببلدية معاثقة بما يسمى بنوال، وهي وعدة كبيرة تتوافد إليها العروش والمناطق المجاورة ليجتمع حول طبق الكسكسي كعائلة واحدة. إذا كنا عادي في دغا زمور كل يكشب الحلال ثورة نفدأ زمور نخدم الفصل ونخدم على تفلح ثارة مثل ورقي تهوار سيوين زيك زمان تسنوس تهوار سيوين داقي تفلح تهوار ساغة تنسدغة بدون فلاح انت يارزا مرحبا يسونار داقي يا روشتي قل معثقة أقلع نوست ستيزي عمر روشتي قل معثقة نفاح خلا خلا أغي هذه قيمة كي تجع ويدن الجدود ونوين مرحبا يسونا أسرمان ونعطاكم الصحة. كونها منطقة ذات مقدرات فلاحية هائلة، قرر سكان القرية إطلاق الطبعة الأولى لمهرجان العسل، أين يلتقي الكثير من الفلاحين لعرض منتجاتهم وتسويقها. سنيكا زيو فلاحناكي، ولكن كي ناخذ من رزداث، باشكو وحبسنا راه سان لا فولونتي، وميم طايم يسالك بوكارس كلية لا كونيسونس، ميفدل دي شوز يارس نير كلية. قال هذا لا رجل المعذقة باش غي سينن لي كونسوماتورنا ديجا المعذقة، وميم طو سو فالوريزاسيون باش كني سوا ذا فلاح حنا لارتيزو هذه كولي البرودوينس. هذه يفهم كاريس الحول برودوينز. كم هي جميلة منطقة القبائل التي نرى فيها مثل هذه الصور المعبرة على روح الأخوة والتعاون في انتظار تعميمها على مستوى القطر الوطني. لتلفزيون البلاد سعيد بليلي تيزي وزو.